اهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز للتعرف على اهم واخر المستجدات. سنخصص هذه التغطيه للحديث عن جلسات الحوار الوطني. تكليف اداره المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافه التيارات السياسيه الحزبيه والشبابيه لاداره حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزة تتكلم تتكلم، مش سياسي بس. الحوار الوطني معمول ليه؟ عشان نسمعك وتسمعونا. ممكن نختلف أو يبقى في خلاف، بس ما بيبقاش اختلاف. صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم سيجتمع اليوم الأربعاء ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم الثالث من مايو القادم. أضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلمياً ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين من كل الجنسيات، وخاصة من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما. أكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. بداية دكتور هشام، أهلا بحضرتك، ومما لا شك فيه أن السؤال بيطرح نفسه، أهمية انعقاد هذه الجلسات في ظل هذه الظروف التي ذكرناها في الخبر. أهلا وسهلا بك وبالسادة والسادة المشاهدين. طبعا هي لفتة مهمة جدا بتقول إن إحنا بالنسبة لنا إحنا في مصر كدولة كبيرة ملفاتنا المهمة حاضرة أمام الرئاسة وأمام الدولة المصرية. هي مهتمة جدا بالشأن الاقتصادي المصري وتتعامل معاه، وكذلك مهتمة بالحوار الوطني وحطها على الأجندة، وبيدل على أهمية الحوار الوطني. الحوار الوطني ده يعني يعتبر حالة من الانفتاح السياسي شهدناها على مدار السنة اللي فاتت، واللي كان جزء من الحوار جعل المحاور الثلاثة اللي موجودة اللي هي المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وشمل أكثر من 19 محور في أكثر من 123 ملف. ده عمل حالة من يعني يمثل زي ما يكون كده قبلة يعني حياة في الحياة السياسية في مصر، وكان بداية تنمية سياسية حقيقية إن إحنا كدولة مصرية وكشعب نتكلم في السياسة. حطينا حدود وملامح الملعب السياسي بعد أن كان عبارة عن ترشحات ومكلمة وغير ذلك، ومش يعني حالة الحوار انشأت إن هي الرئيس عايز يسمع من الناس، الدولة عايزة تسمع في ملفات محددة. ده جعل يعني فتح المجال العام بشكل كبير جدا وخلى الناس تتكلم في شتى المجالات وبشكل صحيح. برضه من اللفتات المهمه جدا في مساله الحوار الوطني ان القياده السياسيه زي ما سمعنا دلوقتي في المداخله كانت فيها جديه شديده فيما يتعلق بالحوار، وقت اعلانه، تشكيل اللجنه بتاعه الحوار، تقسيمها، الانطلاق في الملفات، الاحزاب قدمت. فده لأول مرة في الشأن السياسي يتعامل معاه بشكل من الاهتمام والموضوعية والتراكم بهذا الشكل في هذه الملفات.
شفنا بقى على التلفزيون انفتح المجال العام والناس بدأت تتكلم، والناس بدأت تتكلم في الصحف، في صالونات عقدت، في ورش عمل بالعشرات وممكن تكون بالمئات، عشرات من المختصين في كل مكان، يعني آلاف من الناس أرسلت في الحوار الوطني. فالحوار الوطني رسم شكل تفصيلي دلوقتي للجمهورية الجديدة اللي هي المرتكزة على محاور وملفات واضحة وليها أولويات محددة، والفرصة تاريخية لنا بقى كلنا ان احنا نتعامل، نعتبر ان فرصة الحوار الوطني ده فرصة تاريخية لنا لمشاركة مجتمعية وحزبية في صياغة مستقبل مصر. نعم. طيب دكتور هشام، استاذن حضرتك ان احنا عايزين نتكلم على موضوع استكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم، ما طبيعة هذه التجهيزات وايضا ما ابرز الملفات التي من المفترض ان تتم مناقشتها؟ طبعا هو التجهيزات اللي هي بتتم دلوقتي ان احنا خلاص خلصنا التجهيزات كلها، والمفروض كل الاحزاب والقوى السياسيه والمهتم بعت الملفات. المفروض الملفات اللي اتبعت دي هتتقسم على المحاور الثلاثه، سواء محور سياسي او اقتصادي او اجتماعي. المحور السياسي فيه جواه نقاط، يعني مثلا المحور السياسي بيشمل مثلا قضيه ملف حقوق الانسان، ملف المشاركه السياسيه، الملف المتعلق بقوانين المباشره السياسيه، الملف المتعلق بالمحليات، الملف المتعلق بالنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. ومثل الكلام ده مثلا في الاقتصاد، في حاجه تتعلق بالاستثمار، في حاجه تتعلق بالتضخم، حاجه تتعلق بالصناعه، حاجه تتعلق بالسياحه، حاجه تتعلق بالزراعه. في ملفات في الملفات الاجتماعيه برضه ملفات كتيره، حاجه تتعلق بالاسره، حاجه تتعلق بالتعليم، حاجه تتعلق بالصحه، حاجه تتعلق بالهويه، حاجه تتعلق بالمساله السكانيه. 19 فرع، كل فرع تحتيه نقاط هيتكلم فيها، يصل عددهم ل 123 نقطة فرعية، ويتجمع بقى كل المقترحات دي وتتقسم على النقاط دي، ويتشاف بقى كل الآراء اللي موجودة فيها، وتتقسم المفروض الكلام ده يتقسم لمواضيع، يعني فيها آراء مختلفة. المواضيع دي يا إما فيها إجماعات هتتشكل ويخرج منها، يا إما قرار تنفيذي يرفع للسيد الرئيس بمقترح، أو مطلوب منه قرار يتعلق بجزء تشريعي. فهو بالنسبة له هيصدر زي ما فعل الرئيس كده أحال الملف اللي هو مثلا فيما يتعلق يعني الإشراف القضائي على العملية الانتخابية الرئاسية القادمة للجهات المختصة للنظر فيه والبت فيه. فهتطلع مخرجات زي كده، مثلا في ملف الحريات مثلا هيجي يقول احنا محتاجين مقترح تشريعي فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، وازاي ان احنا بالنسبه لنا الجزء اللي اتكلم فيه بشكل كبير جدا ملف الحبس الاحتياطي، محتاجين يخرج من المخرج من الحوار الوطني مثلا مقترح تشريعي بتعديل او وضع ضوابط حبس الاحتياطي او بدائل مختلفه للنظر في القضيه دي. ممكن يتعامل بقى شكل التعامل مع التوسع في مساله مثلا العفو الرئاسي ودمج المعتقلين، ده محتاج قرار تنفيذي مثلا. فهي كل ملف من الملفات دي هيكون فيه مخرجات يا اما مجمع عليها، يا اما هي طب لو قريت في الملف ده في راي او رايين او ثلاثه هيترفعوا للرئيس بهذا الشكل، والرئيس ينظر في الاراء وحيثياتها، هو الراي ده ايه؟ وكان الخلفيه اللي وراه ايه؟ ومقدم بحيث ان هو يبت فيه يختار شكل من الاشكال. هيقول مثلا المؤلاء بتقول كذا، المعارضه بتقول كذا، التيار الاصلاحي او التيار الوسط بيقول كذا، ويكون امام القياده السياسيه والدوله المصريه النظر في هذا الملف. فهيكون عندنا بقى زي يعني دفتر كده او دليل اجراءات هي القضايا اللي احنا اتكلمنا فيها. فيقطع بقى الطريق بقى على المزايدات، او اللي بيتكلم في حاجه هو مش فاهمها، او هو مش فاهم مشاكل الدوله المصريه فبيقول خلاص، لان اصبح القضايا واضحه. احنا عندنا 123 قضيه فرعيه اللي متكلم فيها كذا، جميع الاراء التي وردت مفيش حد اتحرم ان يقول رايه، اهي كل الاراء قدامنا اهي، رتبناها وفصلناها وهنبت بقى فيها. وهذا هو السؤال التالي بالفعل دكتور هشام، فرصة المشاركة وإبداء الرأي، نريد أن نتحدث عن هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا، وفي نفس الوقت عندما تكون هناك آراء متعارضة مع بعضها البعض، على أي أساس تكون هناك كفة هي التي سيؤخذ بها عن الكفة الأخرى؟ طبعا احنا بالنسبة لنا عملية المشاركة، أنا عايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين، هذا لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية من قبل، إن هي قيادة منفتحة واثقة في نفسها أن تسمع الجميع بدون إقصاء إلا من هو عدو للدولة
المصريه متهم بالارهاب، مهما كان رايه. قال له اتفضل قول رايك وابعته، قول رايك اتفضل وانشره، بس حضرتك لازم تقول الراي ده انت جايبه منين وهتقوله ازاي. فايه الحيثيه اللي موجودين؟ موجود في خبراء متخصصين موجودين المفروض في الحوار الوطني على اعلى مستوى، في ناس تشتغل هتاخد الكلام ده وتفرزه وهتقسمه. والاراء بقى دي لازم تكون موضوعيه ومبنيه على خلفيه علميه ونظريه سياسيه او نظريه اقتصاديه وتناسب وتلائم الواقع المصري، اري البيانات بشكل صحيح، اري المعلومات بشكل صحيح، ماسكه الملف صح وتقول وجهه النظر. في المقابل لا اما ان تتبنى لان هي صحيحه او هيترد عليها بشكل صحيح طالما هي موضوعيه ومدروسه. فهيجي مثلا متخذ القرار يقول له لا انا مش هقدر اعمل ده عشان 1 2 3 4 5، يعني انت دي واضحه ومحدده، انا ده ينفع وده ما ينفعش لان حيثياته كده، لان مصر دوله مؤسسيه كبرى، قرارات فيها مش من الهوى، ده اساتذه كبار ودكاتره ومؤسسات وخلفيات واجهزه متعدده. فمتخذ القرار في مصر هو مش بيصحى الصبح في القرار كده، ده خلفه مؤسسات عملاقه ودراسات وخبرات. فيقول لك انا خدت وجهه النظر بالشكل الفلاني بناء على تقديرات موقف شكلها الفلاني، هل لديك بدائل تم دراستها بهذه القضيه وفين وفي أي اتجاه؟ ممكن يدينا حاجه خارج الصندوق، حاجه كويسه والله تكون فكره كويسه. نعم. وهي ممكن يؤخذ وارساء ايضا لغه الحوار، ان يكون هناك حوار ويتم احترام الاراء المختلفه والاخذ بما هو اصلح. السؤال التالي دكتور هشام، وحضرتك رئيس حزب الإصلاح والنهضة، سؤال دائما ما بيطرح نفسه، من هم داخل الحوار الوطني؟ إلى أي مدى كانت هناك استفادة من أنهم كانوا مشاركين في هذا الحوار الوطني؟ لا طبعا، يعني أنا أقول لحضرتك نقدر نقول إن هو مثلا بقالنا سنوات شغالين وعندنا خبراء ودكاترة، بس على الحقيقة نقدر نقول إن البناء السياسي الحقيقي اللي حول الناس اللي شغاله في الملفات دي الى رجال دوله حقيقيين هي الانخراط في هذه النوعيه من الحوار. ليه بقى؟ لان احنا بالنسبه لنا لما جينا نمسك الملفات ال 19 وال 123 نقطه بدانا ندرسهم بالتفصيل وبدانا نشوف وجهات النظر اللي موجوده فيها ايه؟ طب ده مين بيقول؟ وده بيقول ليه؟ بدانا مثلا نعمل ورش عمل امتدت لعشرات ورش العمل عشان نستقصي، ودعينا في عشرات ورش العمل. أنا شباب كتير شاركوا في التنسيقية وورش العمل بتاعت التنسيقية والملفات وازاي بتتناول القضايا. الكلام ده بلور إن إحنا بعديها بقى عملنا إن إحنا بالنسبة لنا عملنا عقدنا أكثر من 12 صالون في كل الملفات اللي موجودة في الحوار الوطني. بقينا نجيب ناس من مثلا من التنسيقية، حد من التكنوقراط، حد من النواب، مع ناس اللي موجودة عندنا في الحزب، والكلام ده كبروفة للحوار، وكانت بتنقل على الرأي العام، وكانت ممثلة حالة حوار جيدة جدا بالنسبة لنا كحزب وكقيادات بتعد. بدأت تفهم الناس بتتكلم في الملفات ازاي، مثلا وزير مختص نائب رئيس لجنة، فبيتناول ازاي الملف ده من الشكل التشريعي، ده بيتناول ازاي الملف ده من الشكل التنفيذي. مثلا لما جينا نتكلم في ملف زي ملف الاسعار وغلاء الاسعار واحتكار السلع، جبنا النائب اللي هو حماية المستهلك وحبينا نسمع طب هي المشاكل ايه؟ طب احنا الناس ايه؟ طب ليه ما فيش؟ فبدانا نسمع كلام المختصين، كلام اللي هم الموجودين في المستوى التشريعي نفسه. لان رؤيه الصوره من الخارج في الكثير من الملفات ربما تكون مختلفه عن الدخول في التفاصيل الخاصه بها. طبعا. وده برضو ادى ان احنا برضو عملنا بروفه للحوار، ادت مثلا احنا لقينا احزاب شبهنا. نعم. بتطرح طرح مقابل، بدا ده يحصل بقى ان احنا نعمل طب وجهات النظر دي بقى تجتمع، اجتمعت بشكل ان احنا نتناقش بقى مع بعض. فكانت بروفه قويه جدا لداخل الحزب، وبروفه من التنسيق والحوارات مع الاحزاب الاخرى، فافرزت حاله جيده جدا. نعم، وضحت الفكره دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه، جزيل الشكر لحضرتك. مثلت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 من إبريل الماضي إلى إطلاق حوار وطني شامل حول مختلف القضايا وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا مثلت بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة، والمزيد في هذا العرض.
تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزة تتكلم مش سياسي بس. الحوار الوطني معمول ليه؟ عشان نسمعكم وتسمعونا. ممكن نختلف او يبقى في خلاف فرق، بس ما بقاش اختلاف. وانضم إلينا دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. دكتور عصام، بعد التحية، نتحدث عن حوار سياسي، حوار وطني يضم كافة القوى بدون استثناءات وبدون أيضا أي تمييز. نريد أن نتحدث عن أثر ذلك في إثراء الحياة السياسية بشكل عام. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بالتأكيد أثره من عنوانه هو حوار، وغاب علينا احنا في على مدار السنوات السابقه كلها لغه الحوار بينا. ولابد اتى الوقت ان احنا يتم ان احنا نتعلم وندخل في الخضم الحقيقي لمفهوم الحوار. مفهوم الحوار هيبان اكتر لما نبتدي نخش فعليا في الحوار الوطني بجد، لما المشاركين، لأن الفترة السابقة كلها كانت إدارة الحوار الوطني من خلال مجلس الأمناء والأكاديمية بيعملوا تجهيز لهذا. والحقيقة أن أنا بشوف أن كمان بداية الحوار في هذا التوقيت جاء في توقيت مناسب، لأنه الحقيقة أنه ما يحدث على الحدود الجنوبية لمصر وما يحدث في السودان بالتأكيد هيبقى مؤثر جدا على مصر. دول الجوار دايما بتتأثر من أي قلاقل في دولة ما من دول جوارها يعني، وبالتالي احنا هنكون أكتر من بقية الدول تضررا. احنا باعتبار أيضا العلاقة التاريخية بيننا وبين السودان، والسودان تمثل لنا عمق استراتيجي، وبالتالي يبقى دايما واحنا في هذا الحوار حاطين نصب عيننا على التغييرات. و بالتأكيد أنا متأكد أن كل المتحاورين هيكون عندنا مرونة في وضع الأطروحات، هنبقى دايما حاطين في اعتبارنا، وده نأمله من جميع المشاركين، التغييرات اللي بتحصل في العالم. العالم بتحدث فيه تغييرات ديناميكية غريبة وسريعة وغير متوقعة، وإعادة جديدة لرسم الخريطة العالمية والجيوسياسية والاقتصادية أيضا. وبالتالي المحاور الأساسية في الحوار لما احنا بندخل الجمهوريه الجديده والدعوه اللي عملها فخامه الرئيس هي اولويات العمل الوطني، فاصبح الان في هذا التوقيت من ضمن اولويات العمل الوطني ان نضع جميعا نصب عين في النقاش، سواء كان في المجال السياسي او المجال الاقتصادي او حتى المجال الاجتماعي، ما يحدث من تغييرات في المنطقه حوالينا وفي العالم كله. يعني انا متاكد ان احنا مثلا حتى على مستوانا في الحزب في حاجات احنا كنا عاملينها، لما بعد التغييرات دي هنبتدي نحط اساليب مختلفه في معالجتها طبقا للتغييرات اللي بتحصل حوالينا، سواء كان في المنطقه الاقليميه او في المنطقه اللي حوالينا. يعني على سبيل المثال، نحن نحتاج بعد دراستنا للهجمات الشرسه من خلال السوشيال ميديا، وان كانت في السابق موجوده ولكن بقت اكثر بصوره غير عاديه، واستهدافها اصبح مختلف من خلال تحليلنا لما يحدث حوالينا. يعني ان احنا في معالجتنا للجانب الاجتماعي يجب ان يكون بصوره اكثر بريسيشن، اكثر دقه، واكثر تتناول مواضيع ايضا مختلفه عما كان في تصورنا. فمن هنا بقول لحضرتك انه فكره الحوار هي فكره قويه جدا لاثراء مش فقط الجزء السياسي، ولكن لاثراء المجتمع كله
نعم، دائما ما نتحدث عن أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وكلاهما دائما ما يؤثر على الحياة الاجتماعية، وربما هذا هو يعني السبب الرئيسي في أن يكون هذا الحوار الوطني بيهتم بثلاثة جوانب وليس جانبا واحدا، الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي. خليني أقول لحضرتك كمان أن احنا في تصورنا من الناحية الحزبية أن الجانب الاجتماعي والشخصية المصرية هي إذا كانوا السياسة والاقتصاد منتسقين، يعني على سبيل المثال الاستثمار مثلا مش هيجي بغزارة لأي دولة إلا لما تكون فيها استقرار سياسي. النهاردة ما حدش يروح يستثمر في السودان مثلا، لكن الاستثمار بيتم في الدول الأكثر استقرار سياسيا. لكن العنصر الرئيسي عشان يبقى أنا عندي نمو في الناحية السياسية ونمو في الناحية الاقتصادية هو الشخصية المصرية، ودي بتيجي من الناحية المجتمعية. يعني أنا من الناحية السياسية علشان أتكلم يعني بصراحة أكتر، احنا على مدار 30 40 سنة المفهوم الثقافة السياسية حتى الثقافة الحزبية السياسية ما ابتدت ما هياش موجودة بصورتها الحقيقية. انضمام الناس للأحزاب لا يتم على الأيديولوجية والأهداف، وده العرف السياسي. إذا لازم أنا أبقى فيه تنمية في الشخصية المصرية لإدراك ما هي السياسة الحزبية، إيه الغرض من السياسة، إيه الهدف من السياسة، التدريب والتمرين السياسي. طبعا ده كله مهم جدا، وده مش هيجي غير بالحوار الوطني والحوار بيننا وبين الأحزاب السياسية المختلفة، التقارب بين الأحزاب السياسية المختلفة. يمكن أن نختلف ولكن لا نتنافر ولا نصبح أعداء، لأن نحن لا احنا على أرض وطن واحد، ولا نختلف على من خلال الخلفية الوطنية الموجودة عند جميع المشاركين. نعم، إذن دعنا نذكر أنفسنا ونذكر مشاهدينا الكرام ونحن نتحدث عن الحوار الوطني بأبرز الملفات التي هي مطروحة فيما يتعلق بالحوار الوطني، أبرز الملفات التي يتم التركيز عليها. هو حضرتك العنوان الرئيسي هو الثلاث محاور الرئيسية السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كل واحد يتناول هيبقى تركيزه في جزء أكتر، يعني احنا في الجزء الاقتصادي. هذه المحاور، لكن ماذا عن الملفات داخل هذه المحاور؟ الملفات كثيرة جدا، وكل ممكن أن يضيف ملفات مختلفة، يعني هي مهاش ثابتة حضرتك. هما في ملفات ثابتة جاهزة، لكن كل ممكن حد يضيف ملف مختلف. يعني دعنا نتحدث عن الملفات الثابتة على سبيل المثال الحصر. حضرتك قولي لي ايه، لان هم الملفات كثيره جدا. قولي مثلا الملف الفلاني مثلا، انا ممكن اناقش ليست مناقشه للملفات لكنها مجرد اسماء هذه الملفات او عناوين هذه الملفات، يعني على سبيل المثال ونحن نتحدث عن الجانب السياسي او الاقتصادي والاجتماعي، الملفات التي ستخرج من هذه المحاور. يعني حضرتك لو احنا هنتكلم مثلا على في الملف السياسي، الجزء بتاع الاحزاب السياسيه وقانون الاحزاب السياسيه وكيف نطور من قانون الاحزاب السياسيه الموجوده. لو هناخد على سبيل المثال في الملف الاقتصادي هنتكلم فيه على الجزء السياحي، كيف يمكن ان نطور السياحه، كيف يمكن ان نطور القوانين المختصه بالمجال الاستثمار. لو هنتكلم على المجال الاجتماعي، مجال الاسره، التعداد السكاني، لو هنتكلم على ان في تعداد سكاني ولا بد ان التعداد السكاني ده يتم تنظيمه لانه بياكل من النمو بتاع اي دوله، ايه الوسائل اللي ممكن نعملها علشان نعمل تشجيع لعمليه تنظيم تحديد النسل او تنظيم النسل بمعنى اصح وادق. قانون الاحوال الشخصيه ده من ضمن القوانين في الملف الاجتماعي، قانون من الاشياء الملفات المهمه جدا لضمان تماسك الاسره، لان الاسره هي خليه المجتمع وهي اللي بتعطينا مجتمع سوي، مجتمع متمدن وفيه تقدم كثير. فالحقيقه الملفات كثيره، يعني لو احنا لو حضرتك قلت لي اي ملف منهم كمان انا ممكن اقول لحضرتك نتكلم فيه باستفاضه يعني. لكن انا بقول ان في ناس ممكن تقدم ملفات، يعني احنا في مجال السياحه مثلا، مجال الاجتماعي احنا مقدمين مشروع لتنميه القراءه، عاملينه ما معناه انه مليون قارئ، وانا اشجع الشباب على القراءه، ده جزء مهم جدا، في ده عنصر مهم جدا في بناء الشخصيه المصريه. نعم، دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة. ومشاهدينا الكرام ما زلنا مع حضرتكم في هذه التغطية، لكن نخرج لفاصل قصير ونعود بعده مرة أخرى لاستكمالها.
وما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة اكسترا نيوز، وما زلنا ايضا الحديث مستمر عن الحوار الوطني وايضا عما صرح به السيد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بان مجلس امناء الحوار في اطار انعقاد دائم او في اطار انعقاده الدائم سيجتمع اليوم الاربعاء ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم الثالث من مايو القادم. وينضم الينا الان عبر الهاتف سيادة المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. واحنا بنتكلم على استكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم الثالث من مايو القادم، اذا نريد ان نعرف المزيد من التفاصيل سواء عن التجهيزات او الملفات التي ستطرح في هذا الحوار. هو بدايه احنا عارفين ان الثلاث ملفات الرئيسيه اللي هي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وباسق منهم محاور ولجان كثيره في كافة الشعب وفي كافة الموضوعات التي سوف يتم تناولها أثناء جلسات الحوار الوطني. ومجلس أمناء الحوار الوطني بيجتمع اليوم لترتيب الأولويات الخاصة بالحوار الوطني وما سوف يتم والجدول وما سوف يتم مناقشته في اليوم الأول ثم اليوم الثاني طبقا لبرنامج محدد تنظيمي حتى يستطيع مجلس أمناء الحوار الوطني تجميع الآراء والمداخلات التي تتم من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاولة بلورتها وعرضها على السيد الرئيس لكي يكون لها مخرجات قابلة للتطبيق من خلال تشريعات أو قرارات أو لوائح تهم المواطنين في هذه المرحلة. ترتيب الأولويات كيف يتم أو على الأصح على أي أساس يتم ترتيب الأولويات؟ الأولويات عموما في كافة الأمور تتم طبقا لحاجة المجتمع. إيه اللي المجتمع محتاجه الأول وإيه اللي الشعب محتاجه الأول، وأنا أعتقد أن الأولويات هنا هتصب في المحور الاقتصادي بداية، يعني هتصب في المحور الاقتصادي ثم تمشي مع بقية المحاور بالتوازي حتى يتم الانتهاء منها جميعا في وقت قياسي، لأن الرئيس حينما طلب ذلك من زعام في إفطار الأسرة المصرية كان ينتظر هذه المخرجات القابلة للتطبيق. ومن المعلوم أن كافة الأحزاب السياسية قدمت أوراقها وأجرت حوار وطني بداخلها، يعني احنا كحزب حقوق الإنسان والمواطنة أجرينا حوار وطني في الأمانات الخاصة بالقرى والمراكز والمدن والمحافظات ثم الأمانة المركزية في الأمانات المتخصصة، ثم أجرينا حوار بيننا وبين بعض في الأحزاب السياسية، يعني احنا في تحالف في الأحزاب المصرية، أجرينا حوار موسع في كافة محاور الحوار الوطني، وأرسلنا نتيجة هذا الحوار ومتطلباته إلى مجلس أمناء الحوار الوطني أيضا حتى يكونوا على بينة وعلى معرفة بما يدور في الشارع المصري، لأنه من المعلوم أن الأحزاب السياسية هي البوتقة التي ينصهر فيها مطالب الجماهير. نعم. وحتى تكون هناك مخرجات قابلة للتطبيق. وأهمية مشاركة الأحزاب في هذا الحوار الوطني، لأننا عندما نتحدث عن الحوار الوطني إذا نتحدث عن أن المخرجات التي ستخرج من هذا الحوار سيكون لها اهتمام خاص سيتم تنفيذها، ليست مجرد آراء تطرح. لا طبعا، هي ليست آراء تطرح فقط. نعم. لأن الحوار الوطني اللي طلبه السيد الرئيس طلبه بجدية. نعم. ومخرجاته سوف تطبق على أرض الواقع زي ما أنا ذكرت سيادتك سلفا. نعم. إذا من خلال التشريعات. هذا ما أتحدث عنه سيادة المستشار، أن ربما عندما كان يقول حزب ما رأي ما يعتبر أنه أو في بعض الأوقات يعتبر أن هذا هو رأي الحزب فقط، لكن عندما يكون هذا الرأي في إطار الحوار الوطني ويتم الموافقة عليه إذن أصبح للآراء منظور خاص، منظور مختلف. هو اللي سيادتك تريده صح. نعم. السبب لأن الحوار الوطني مش بين أقلية وأغلبية. نعم. ولا بين حكومة معارضة. نعم. بين الدولة كلها للحوار حول ما يحتاجه الوطن في هذه الأونة. فكل هنا بينسى أيديولوجياته وينسى مطالبه الفئوية وينخرط وينصهر في العمل العام والحوار الوطني العام الذي يهم الدولة المصرية بكافة أطيافها.
نعم. إذا هنا ما فيش كل بينصهر تحت لواء الدولة المصرية. نعم. حتى يكون المخرجات تطابق صحيح الواقع وتبقى لحاجة المجتمع وقابلة للتطبيق أيضا، زي ما قلت لحضرتك. نعم. اللي محتاجة تشريعات هيصدر بها تشريعات، اللي محتاجة لوائح هيصدر بها لوائح، اللي محتاجة قرارات هيصدر بها قرارات من الحكومة. نعم بإذن الله. المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية الإخبارية بالنسبة لهذه الساعة. على رأس الساعة بإذن الله تلتقون بنشرة إخبارية مفصلة، إلى اللقاء.